مرحبا، أنا يوسف عقيقي. اليوم رح نعمل ريسيبي كلها هي من لفت أوفرز. بنقلكن إنه ما في شيء اسمه بينكب بالمطبخ عنا. نحن مجبورين نغذي الكرياتيفيتي تبعنا بالايتمز اللي موجودة عنا بلا ما نشتري. So basically الريسيبي هي رح تكون بيزد عن الخبز، بقية الخبز اللي باقي، البصلة رح نستعملها كلها، وكمان لفت أوفرز اللحمة، ورح تشوفوا الريسيبي معنا.